الخرش الشيخ، مهندس رئيس قسم البيئه بجامعه اكادير. حنا اليوم متواجدين بحديقه ابن زيدون بعد ما تم التاهيل ديالها في اطار البرنامج اللي وقعوا صاحب الجلاله بمدينه اكادير. والجماعه اليوم ارتأت انها تقوم بالافتتاح ديالها بحضور السيد رئيس الجماعي وبحضور السيد الوالي. اليوم احنا افتتحنا بالامس، كان اول يوم واليوم هو ثاني يوم، فكنشوف بان كاين واحد الاقبال ديال الساكنين، واحد الاقبال اللي هو كبير بالضبط، كبير بزاف. في هذه الحديقه هذه تم الاخذ بعين الاعتبار واحد المجموعه ديال الممرات، واحد المجموعه ديال الساحات، تم وضع واحد المجموعه ايضا ديال الكراسي من اجل باش الناس يلقاو فين يرتاحوا. كاين ايضا ممرات خاصه بالناس ذوي الاحتياجات الخاصه. فالهدف من هذه الحديقه هذه هو انها تكون واحد المتنفس لجميع الساكنه. هذه الحديقه هذه اولا ان الساكنه ديال اكادير تلقى انها فين ترتاح وتلقى فين تجيب في وليداتها. ما وقع في هذه الحديقه سيتم ايضا انجازه في جميع الحدائق باكادير، باعتبار انه تم كيف قلنا وضع يعني او تم يعني تعيين ما يسمى بمحافظ ديال الحديقه. هذا المحافظ هذا تحت يعني الاشراف ديال واحد المجموعه ديال العمال النظافه، واحد المجموعه ديال العمال ديال الصيانه، واحد المجموعه ايضا ديال العمال ديال الحراسه. الهدف هو اننا نرقاو بهذا المستوى ديال الحديقه ونحافظوا عليها باعتبار انه كاين واحد الانجاز كبير. تمري عبد الله محافظ ديال حديقة بن زيدون، أنا اللي كنسهر على التنظيم والنظافة يعني وجميع اللي تتعلق بهذ الحديقة ديال بن زيدون. الفريق اللي كي اللي معايا اللي يعني كنقوم بالتنظيم ديال المراقبة ديال هذه الحديقة، عندي 8 ديال الحراس، عندي كاينين 4 ديال النظافة، وكاينين جوج الناس اللي مقابلين المرافق الصحيه. حنا يعني كنحاولوا باش نتواصلوا مع الناس ونوصلوا لهم بان هذه الحديقه تفتحات لاجل المواطنين كمتنفس، باش يخلوا وليداتهم يلعبوا، يلقاو فين يلعبوا، يعني يلقاو راحتهم. اللي كنتمنى بان هاد المواطنين يتساعدوا معنا باش لا على النظافه لا على كل شيء، وقضيه التوقيت باش نعلموا الناس بانه راه كتحل الجرده من 9 الصباح حتى 8 العشيه، يعني طيله الاسبوع الا يوم الاثنين كيكون يوم راحه او لا يوم باش تعود النظافه دي كل ديال الحديقه. ومرحبا بالجميع، وحاولوا يعني تساعدوا معنا باش تبقى الحديقه لينا ولكم ووليداتكم واللي جاي ان شاء الله. وشكرا.